هو تعرفوا قطاع الطماطم هو قطاع استراتيجي، ما نجم حتى واحد ينجم يستغنى على المادة هذه في تونس، ولذلك احنا انتجنا في 2018 هو القطاع يمر بتراجع ككل المنظومات الأخرى، ككل القطاعات الأخرى، القطاعات الفلاحية يمر بأزمة حادة. أنتجنا حوالي، صنعنا حوالي 110 ألف طن معجون طماطم في سنة 2018. احنا كي نجو نشوفوا يعني اللي شهريا نستهلكوا 9000، ما بين 9000 و 10000 طن، إلى حدود جانفي، إلى حدود شهر جانفي ما زال في المخزون في ستوك، يعني في ستوك من مادة المعجون الطماطم ما زالت حوالي 35-40 ألف طن. يعني احنا كنجون نعملوا عملية حسابية 9000-10000 طن واحنا في جانفي وما زالت لنا 35-40 ألف، واحنا الانتاج الرسمي ما يدخل إلا في شهر جويلية أو ديبي أوت، احنا راو نحطوا في بالنا راو باش نتعرضوا الأزمة في أنه يعني ستوك يوفى، ولذلك شأنها شأن قطاع الألبان والبيض واللحوم والسميد وكذا. الحلول احنا قلنا راو لا لضرب، لا 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 لتجفيف منابع الانتاج. انا اش كنت نذكر، انا قلت راهي الاسباب عده، راهو الاسمده المركبه راهي مضروبه في البلاد، راهي البذره مضروبه، راهي ايش اسمه خلاص حسب الجوده الاليه، خلاص حسب الجوده في ماده الطماطم اللي هو فيه منشور فهمتني وقانون، راهو هذا ما يصيرش، راهو خلاص حسب الجوده. نحن لسنا ضد الجوده ولكننا مع الجوده ولكن بالياتها. انت تهزه معناها 300 كيلومتر ومعناها وتهزها في شاحن الله اعلم وتحطه في المصنع ومن بعد تقول له اجي نعمل لك خلاص حسب الجوده، عمل له تحليل الجوده في الضيعه نتاعو، علاش انت تعمل له اليه لنهبه من جديد؟ هذا هو كيفاش تصير، هذا هو ما هذه هي منابع تجفيف منابع الانتاج. وزاره الاشراف، شوف هذه كل القطاعات نعرفوها شكون يتحكم فيها، وزاره الاشراف للاسف اني تشرف، بل بالعكس اني اسندت امتيازات للميكنه او للالات اللي تقوم بالتحليل في المصانع، اسندت لها امتيازات باش يزيد يعمل له هو تحليل غادي ويزيد فهمتني ولا لا يتضرب المنتج. بالنسبه للبذور، البذور اين البذره المحليه؟ اين البذره المحليه التونسيه؟ ويني؟ دخلت علينا بذور ما يسمى بالبذور المهجنة والبريد، هذه اللي يسموها البريد، ولكن نشوفوا في عواقبها ونشوفوا في مشاكل اللي خلتها خاصة في الأرض. وين احنا حتى تراجع الانتاج، تتو الفلاح كان ينتج، كان مثلا في الهكتار طماطم يعطيه 80 و90، اليوم المعدل الوطني راه ما يفوتش 40 طرناطة على المستوى الوطني. علاش هكا؟ علاش تي ما نشوفوا الاسباب تي هات معالجه تي احنا علاش نحكوا كان في المشاكل تي هات اعطينا مشاكل هات انا مديني دينا معاكم للحلول تي نحبوا حلول تي احنا مدينا روح نحن اهل المهنه وليس غيرنا. احنا ناس فهمتني ماشي احنا ناس ما يشركوناش، احنا ناس مقصيين في المشهد، مقصيين في القوانين. راك بتضبط قوانين على شكون؟ تضبط على القوانين كي عندك انتاج او ما عندكش انتاج. اؤمن بالقضيه، انت ما عندكش حليب وما عندكش لحم وما عندكش عظم وما عندكش طماطم، الشهر الجاي ما عندكش طماطم، شنو حلولك؟ هذه هي راهو لا للهروب، ايجا نقعدوا على الطاوله ونحلوا مشاكل باش نجموا نعملوا حاجه، سينو راهي البلاد هذه رانا هزيناها.